بمناسبة بلادنا بقى، شفت ازاي احنا لازم برضو ما اقدرش شفت ازاي زيارة رئيس الجمهورية الرائعة امبارح للكنيسة في عيد المسيحيين. طبعا حاجة مشرفة وحاجة مشرفة ان يشعر المسيحيين بهذا الدفء في هذا اليوم. مش كده؟ حاجة مشرفة بلا شك، وحاجة وفيها لمسة الجمالية اللي احنا كنا بنتكلم عليها. وانا كنت من سنين طويلة فرحان ان انا كنت اول يمكن داعية يروح يوم 6 يناير بالليل ثلاث سنين ورا بعض، ان انا حريص ان انا هني وحريص ان انا وشاعر يعني اتفضل شاعر بألفة. مش كده؟ شاعر بود. دي احد ابطال الرواية. طبعا لا دي حاجة عظيمة. شاعر بألفة وشاعر بود. الحقيقة يعني امبارح احنا مش عايز اقول، انت عارف تحس ان في حد جاب جون. هو جاب جون يعني. بجد ان رئيس الجمهورية يجي من الطيارة من الكويت على الاخوة المسيحيين الذين احرقت كنائسهم والذين قال البابا تودروس كلمة عظيمة، نفضل وطنا بلا كنائس على كنائس بلا وطن. فان يذهب رئيس الجمهورية بهذه الطريقة الرائعة والكلام الجميل اللي انت على فكرة كاتب حاجات هنا، اوعى تسأل حد انت مصري ايه، انت مصري فقط، لست مصريا مسيحيا او مسلما. صحيح احنا قلناها في الرواية. في شخصية في الرواية انا بحبها قوي. هتظهر في النص التاني من الرواية. الانبا بخوم. لسه ما وصلتلوش. والانبا بخوم شخصية حقيقية. صديق اعتز بصداقته. تمام. فهو احد الناس اللي موجودين في في الرواية. دون دخول في اي تفاصيل. لكن الاخوة المسيحيين في مصر انا يعني شهادة احب ان انا اقولها. فضل. تصرفوا بحكمة. جدا. تصرفوا بحكمة. اه. بس بدون تفاصيل.